السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ الصحتي تقدم لكم طريقه ديال اننا نطيبوا البطبوط. البطبوط اللي معجون بالقمح والشهير والبدرات، بعد ما خمر كناخذوا واحد الطاوه كنديروا واحد السخن كنرميو عليها البطبوطه، من بعد كنخليوها حتى تتشد راسها وكنقلبوها ونعاود نقلبوها ثاني مره ثانيه ونخليوها حتى تتنفخ. من بعد ملي كتنفخ كنتقبوها واحد التقيبه من الجنب باش انها تفش، بان الخبزه تجينا طيبه من يعني كلها. كنقلبوها على الوجه الاخر باش تحمر على الوجه الاخر، ومن بعد كنحصلوا على بطبوط رائع جدا اللي مذاق ديالو لا يقاوم، معجون بالخميره البلديه وفيه البذرات، فيه مكونات طبيه اللي تتفيدنا. انتما كتشوفوا البطبوط ديالنا كتيجي هذا رمضان هذا مع زيت البلدية ولا أرواح. كنقدم لكم بالصحة والراحة ورمضان كريم.